بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة نجاح تنظيم سباق الفورمولا 1 جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2022 ميلادية في نسخته الجديدة. أعرب جلالة الملك المفدى في البرقية عن أخلص التهاني وأجمل التبريكات لسموه على هذا النجاح الكبير وهذا التميز الباهر. أشاد جلالته بجهود سموه الدؤوبة والمستمرة وكافة العاملين مع سموه لإنجاح هذا السباق العالمي الكبير والحفاظ على مكانته الدولية البارزة، وتعبيرا عما يحظى به بلدنا العزيز من مكانة مرموقة ومن سمعة طيبة بالرغم من التحديات والشروط التي تتطلبها الظروف الصحية في العالم. سائلا جلالته الله تعالى أن يسدد على طريق الخير خطى سموه وأن يكلل جهوده بالتوفيق في كافة المجالات لتحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة. هذا وتلقى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، رفع فيها إلى جلالته أسمائيات التهاني وخالص التبريكات بمناسبة ما تحقق من نجاح كبير في تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2022. أكد سموه أن هذا النجاح يأتي بفضل ما يوليه جلالة الملك المفدى من حرص واهتمام ودعم لمواصلة تعزيز مكانة مملكة البحرين على كافة الصعد عبر نجاحات متوالية في مختلف المجالات بإسهامات أبناء الوطن من فريق البحرين بكل عزم وعزيمة وجهد دؤوب. معاهدا سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جلالة العاهل المفدى بالاستمرار بالعمل وفق نهج وتوجيهات جلالته السامية لبلوغ الأهداف المنشودة للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته حفظه الله ومواصلة تسخير كافة الإمكانات نحو تحقيق المزيد من النجاحات بسواعد أبناء الوطن المخلصين وبروح الفريق الواحد لترسيخ اسم المملكة على خارطة الفعاليات الدولية والسباقات العالمية. سائلا سموه الله العلي القدير أن يمتع جلالة الملك المفدى بمفور الصحة والعافية وطول العمر وأن يحقق للمملكة وأبنائها مزيدا من التطور والنماء في ظل قيادة جلالته الحكيمة.